فارق بيننا وبين صاحب المرتبة الثانية نقطتين. هذا ما يجعل بأن حالة الوفاق ليس بالكارثية كما يصورها البعض. الفريق تاعنا لما تكون الأزمة لازم نوقفوا باش نخرجوها من الأزمة، ماشي نزيدوا نأزموا الأمور، شيء ولا داعي للتهويل. الهدوء، ما عنديش قوة التحمل وعندي النضج الفكري، والحمد لله يا رب، أحمد الله وأشكره لأني تفطنت. أنا ما عنديش فيسبوك منذ 3 سنوات، ما عنديش من رد ما نكتب، وأنا كل وأني قلتها للمرة الألف كل تصريحاتي الكتابية غير يعني أني با لوريجين دي مسي سرار. أنا ما نهضرش تاع الكتبة، أنا كي نهضر نهضر بالصوت والصورة ونتحمل مسؤوليتي، لأن رب العالمين رزقنا بلسان الذي يزن الكلام.